أحد الصالحين مرة أيها الإخوة اشترى بقرة وفرحت زوجته جدا بها، فقالت أدعو الله لها، قال اللهم بارك فيها، فسقطت ميتة. قالت ما هذا؟ قال استجاب الله. تريد البركة؟ البركة أن تبقى عند الله، أن يبقى أجرها، أخلف علينا في مصيبتنا خيرا منها. تعلم من أين هذا؟ تعلم هذا الصحة، هذا الصالح الولي من رسول الله. تذبح له شاه فتفرقها عائشة رضوان الله تعالى عليها، الصديقة بنت الصديق أيها الإخوة. وهكذا كان شأن عائشة، لمن يتكلمون في عائشة، عائشة عاشت وماتت ويدها كيد أختها أسماء، لا تمسك شيئا، زوج رسول الله في الدنيا والآخرة، أم المؤمنين في الدنيا والآخرة، قدس الله روحها الكريمة. إيه ليست معصومة عائشة، اقرأوا عن صدقاتها، يبعث إليها ابن أختها ابن الزبير 100,000 في يوم واحد وهي صائمة، وحين تعوب الشمس أيها الإخوة تغرب تقول لجاريتها بريرة، يا بريرة اتني بفطوري، فتجيبها مغتاظة حنقة، وهل أبقيت لنا من شيء؟ قالت 100,000، لم تبقي لنا حتى درهما واحدا نشتري به فطور للصائمين، أنت صائمة كلها أنفقناها. قالت لا تعنفيني يا بريرة، لو ذكرتني لفعلت، رضي الله عنها وأرضاها. اللهم أحي قلوبنا أيها الإخوة بحسن الظن بأولياء الله في كل عصر، وخاصة أصحاب رسول الله وأمهاتنا.